مساء الخير يا كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي الابطال في كل مكان. يعني يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الابطال ومباراه الجوله الثالثه من دوري سوبر الرجال ما بين الاهلي والجزيره. يمكن الاجواء هنا داخل صاله النادي الاهلي اكثر من رائعه، جو من الود يعني بيجمع الفرقتين، كابتن اشرف توفيق من النادي الاهلي وكابتن محمد الكرداني من نادي الجزيره. يعني يمكن اجواء اكثر من رائعه، ان شاء الله نشوف مباراه تليق باسم الفرقتين، يمكن عودة تاني للمنافسات المحلية بعد توقف يعني دام أكثر من شهر نظرا لمشاركة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا اللي هتقام في رواندا إن شاء الله في أغسطس المقبل بإذن الله. يمكن منتخب مصر حقق نتائج أكثر من رائعة في التصفيات اللي جرت في تونس هذا الشهر، وإن يعني النادي الأهلي بينقصه بعض الغيابات المؤثرة، أكثر من 6 لاعبين غايبين بسبب الإصابة النهاردة: إيهاب أمين، عمر طارق، أحمد حمدي، أحمد مهيب، عبد الفضيل ابراهيم، وكمان احمد السلعاوي اللي بيغيب منذ فتره طويله. وعشان نتكلم عن المباراه والفريق بشكل اكبر بينضم لنا كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق. كابتن احمد، يعني يمكن عوده بعد اكثر من شهر من التوقف، غيابات بالجمله، شايف المباراه ازاي النهارده؟ الاول برحب بيك وبرحب بكابتن هيثم السعيد وبحب اعزيه على حاله الوفاه اللي عنده، وبرحب بكابتن اسلام علي وكابتن خالد مصطفى اللي وحشني جدا بقالي كتير ما شفتوش، واهلا بيكم يا نادي الاهلي. لقاء النهارده طبعا لقاء مهم، نادي الجزيره فريق كبير زي ما حضرتك قلت، ان احنا عندنا ناقص 6 لعيب بس، يعني المفروض بقى خلاص الحمد لله احنا عندنا 4 5 ناشئين كويسين يقدروا يعوضوا الغيابات. الغيابات ان شاء الله قريب قوي هتبقى موجوده، يعني اي ظروف بتحصل، اي الفرقه اللي عايز تاخد بطوله اي ظروف بتحصل لها على مدار الموسم سواء اصابات او اي مشاكل لازم تتغلب عليها، يعني مفيش اعذار، فان شاء الله خير ومستعدين للمباراه. كابتن هيثم والضيوف معاه في الاستوديو بيباركوا لك على الخطوبه، بقول لك ان شاء الله تبقى بدايه لحياه سعيده وموفقه. شايف الظروف والغيابات النهارده كمان في ظل المنافسه بادئه بدري قوي، يمكن الفرقتين الاهلي كان لم يوفق في مباراه وتم الفوز في مباراه، الجزيره فاز مباراتين، شايف كل الاجواء دي ازاي في المنافسه من بدري؟ زي ما قلت لك بالذات اهلي، جزيره، زمالك، اتحاد، 4 فرق مستوى قريب جدا، اي ماتش بينهم مباراه بطوله، مباراه مهمه يعني في تحديد المراكز، لان طبعا اللي بياخد مركز من اول او تاني بالذات بيقدر ان هو قرعته في البلاي اوف تبقى احسن، بياخد ادفانتج يعني ان هو بياخد جيم زياده او بيبدا بجيماته على ملعبه، فمهم الجيم مهم. الجزيره جاهز والجزيره خارج من مكسبين طبعا، وان شاء الله كمان الاهلي جاهز باذن الله ويكون النهارده يعني الكلمه لينا باذن الله. هل غياب الاهلي على المشاركات الرسميه لفتره طويله بسبب ارتباط المنتخب والجزيره كان لسه بيلعب في بطوله دوري القاهره او منطقه القاهره، شايف ان ده ممكن يفرق شويه في الاداء في الملعب؟ اكيد هم عندهم رتم المباريات طبعا، لان هم خارجين من بطوله لعبوا فيها 4 5 ماتشات، كنا بنتمنى نلعب البطوله دي في ظل الغيابات، برضو كنا عايزين نلعب البطوله، لكن كان في اصرار من منطقه القاهره على عدم تعديل جدول البطوله، لان احنا قلنا هنلعب بالاولاد يعني بقيه اللعيبه اللي كان معانا اللي ما عندهمش اي اصابات زائد لعيبه ال 20 سنه هنلعب بيهم، ففي نفس الوقت اتعملت تصفيات بطوله الجمهوريه تحت 20 سنه، فبقى ما فيش لعيبه اصلا تلعب بيها، يعني كان كل اللي موجود 6 لعيبه ما تقدرش تلعب بيهم ماتش، القايمه اصلا 12 لعيب السكور شيت 12 لعيب، كنا هنكمل من ال 20 سنه وهنلعب البطوله بحيث ان احنا نجهز الموجودين وان احنا نجهز الاولاد الصغيرين اللي معانا النهارده زي مالك وعمرو زهران وعبد الله وغيرهم زي مؤمن خيري وزي محمود وليد برضو اوريدي معانا، فما قدرناش لعدم اكتمال القايمه، فاكيد هم تمبو الماتشات معاهم اكتر مننا، بس احنا حاولنا ان احنا نعوض ده جوه التمرين. الاصابات يا كابتن، هل الاصابات اللي في الفريق يمكن 5 اصابات باستثناء السلعاوي، هل حد هيلحق ماتش الزمالك ولا الاصابات مكمله ماتش الزمالك على ماتش مهم يوم الجمعه الجايه ان شاء الله؟ لا باذن الله ان شاء الله السلعاوي نفسه ممكن يبقى موجود في ماتش الزمالك، عمر طارق اصلا كان ممكن النهارده ياخد جزء من الماتش، لكن برده كان حرصا يعني ان الاصابه ما ترجعش تاني، ان شاء الله هيبقى متواجد في المباراه القادمه، وعبد الفضيل باذن الله هيبقى متواجد، مهيب باذن الله هيبقى متواجد، ممكن احمد حمدي بس وهاب امين هم اللي لسه قدامهم شويه، بس اغلبيه الاصابات باذن الله هتبقى موجوده خلال بكره او بعده في التمرين باذن الله، هم اوريدي بيتمرنوا معانا. شكرا يا ابني، لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن هيثم، يمكن طالما اتكلمنا على الاصابات معانا واحد من نجوم الفريق نطمن عليه وعلى اصابته، كابتن احمد مهيب. يعني احمد طمنا عليك في البدايه، الاصابه وصلت لحد فين وطمن؟ والله الحمد لله، يعني انا الحمد لله رجعت مرنت امبارح واول، بس يعني كابتن اشرف ما فضلش ان انا اشارك في الجزيره يعني، بس ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه هبقى جاهز،
الحمد لله معظم المصابين رجعوا الحمد لله، يعني الجهاز الطبي الصراحه تعبان معانا الفتره دي، كان في اصابات كتير بس الحمد لله يعني هو احمد حمدي بس لسه بعيد شويه، لكن الحمد لله يعني معظم الاصابات كلها نزلت الملعب، في ناس نزلت تمرين امبارح، عمر نزل، عبد الفضيل نفس الكلام، فالحمد لله يعني الاصابات ابتدت ترجع. تحيات كابتن هيثم سعيد في الاستوديو ليك ونجومه الكبار في الاستوديو ضيوفه بيحيوك وبتمنولك ان شاء الله ترجع بسرعه. اخيرا هنقول الاجواء بقى داخل الفريق وكلامك مع زمايلك كنت بتكلموا فيه قبل المباراه واستعدادهم للمباراه النهارده. تحيه طيبه طبعا للكابتن هيثم وضيوفه الكرام يعني وبقاء لله الكابتن هيثم. يعني ان شاء الله النهارده ماتش مش سهل خالص، فريق جزيره لسه لعب بطوله منطقه واخد رتم الماتشات، احنا مريحين بقالنا فتره، في ناس كانت مصابه لسه راجعه التمرين يعني، والنهارده اول ماتش هنجتمع بقالنا كتير، ماتش مش هيبقى سهل خالص، فان شاء الله يعني باذن الله نعمل اللي علينا ونكسب باذن الله. شكرا كابتن، اتمنى لك التوفيق والعوده السريعه ان شاء الله. كابتن هيثم دي كانت لقاءاتنا واجواءنا هنا من داخل صاله النادي الاهلي بالجزيره، الكلمه لحضرتك وضيفك الكرام. زميلنا محمد توفيق شكرا جزيلا من ارض الملعب. يمكن